الفترة اللي بتعيشها مصر في الوقت ده فترة حرجة في تاريخها، وكان لابد من الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاقتصاد. ومشكورة أخبار اليوم منذ للعام السادس على التوالي بتهتم طبعا بفكرة التنمية الاقتصادية، باعتبار الاقتصاد هو القاطرة اللي بتقود الدولة إلى التقدم والرقي. وطبعا فترة حرجة بتعيشها مصر كان لابد فيها من الاهتمام بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، التصنيع والاهتمام برجال الأعمال والصناعات الصغيرة والكبيرة وهكذا. أي اقتصاد عشان يتقدم وينمو لابد من توفير البيئة الاقتصادية المناسبة. أول جزء وأهم جزء في هذه البيئة الاقتصادية هو وجود تشريعات اقتصادية تحقق فكرة جذب المستثمرين للمجيء لمصر. وانت عارف حضرتك ان رأس المال الاقتصادي دايما بيوصف بانه رأس مال جبان، فكان لابد من ان يكون هناك الطمأنينة للمستثمر من خلال تشريعات ناجزة، من خلال تسوية لما قد يثور من منازعات بأبسط الطرق وبأبسط الإجراءات من أجل أن هو يطمن على مستقبله وعلى رؤوس أمواله اللي بيضخها في البلد. فكان لابد من وجود تشريعات اقتصادية بتحقق الفكرة من خلال تبسيط الإجراءات، فكرة الشباك الواحد، يعني الإنجاز في تخليص الإجراءات. عشان انت عارف حضرتك طبعا ان البطء في الإجراءات والمعوقات التانية دي بيكون لها دور كبير في طول اهتمام كبير بفكرة الاهتمام بالتشريعات الاقتصادية اللي بتساعد وبتحقق فكرة التنمية على وجه سريع. والله المعوقات دي قديمة، يعني المعوقات دي مش النهاردة، مش موجودة وليدة اليوم، بل هي يعني آثار الفترة السابقة، وكان أهمها صعوبة الإجراءات وتعقيداتها وبطئها، فكرة تعدد جهات الولاية على فكرة التنمية الاقتصادية. فالنهاردة احنا بنحاول نقضي على الموروثات اللي ورثناها من العصر السابق من أجل طبعا تحقيق التنمية الاقتصادية كي تصل مصر إلى بر الأمان إن شاء الله في الفترة القادمة. السادسة للمؤتمر، والحقيقة انه زي ما الزميل والاستاذ ياسر رزق ذكر في كلماته ان السيد الرئيس اهتم ويهتم بهذا المؤتمر لما له من دور فاعل ودور مهم
فكانت دورته الأولى وحتى الآن برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. العنوان التصنيع قاطرة التنمية. بالفعل من قام على هذا المؤتمر يدرك حاجة مصر الحالية والراهنة. ودائما أبدا لو حضرتك ملاحظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بيفتتح بين يوم ويوم مصنعا أو مشروعا إنتاجيا، لأن الصناعة هي مستقبل مصر. التصنيع قاطرة التنمية بالفعل. المؤتمر بيضم نخبة من الوزراء والمحافظين والعلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات وكعادته، يعني المؤتمر الحقيقة كل دورة بيتقدم إلى الأمام خطوات كبيرة. زي ما قلنا أنه التصنيع قاطرة التنمية. مصر بتتحول، بتشهد مرحلة تحول. التعليم الصناعي بيأخذ مكانه الآن. عدد المدارس الفنية والصناعية بتزداد بشدة. عايز أقول كمان أنه التعاون مع دول متقدمة صناعيا زي اليابان وألمانيا وغيرها في مشروعات تهتم بالتعليم والتصنيع، كل ده مصر بتقوم به في المرحلة الراهنة. جلسات وورش عمل المؤتمر بتدل على ما وصلنا إليه وما قامت به أخبار اليوم من دور مهم جدا في هذا المجال. والحقيقة أنه نتائج المؤتمر على مدى دوراته السابقة كانت دورات إيجابية للغاية، وكانت نتائج فاعلة ظهرت في الجمع بين النخب. زي ما حضرتك شايف أنه في رجال صناعة، رجال اقتصاد، رجال تعدين، رجال بنوك، حتى رجال إعلام موجودين بكثافة في هذه المؤتمرات، لأنه أي تطور اقتصادي أو أي تطور صناعي بيحتاج إلى الإعلام ليدعمه ويكون بجانبه. زي ما قلت لحضرتك مؤتمر مهم جدا، مستوى الحضور والتمثيل بيدل على هذا. حضور وتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بنفسه وكلماته اللي احنا استمعنا إليها الحقيقة كانت موجزة وأشارت إلى ما وصلنا إليه في هذا المجال. الإعلام بيدعم كل مناحي الحياة. الإعلام بيدعم الأمن، بيدعم الاقتصاد، بيدعم الحياة، بيدعم يعني مفيش طول ما احنا بني آدمين بنعيش على الأرض كل ما نتعامل معه وبه وعليه بيحتاج إلى إعلام. فالإعلام دور مهم جدا. الإعلام يعني أقام دول وأسقط دول. الإعلام كان ليه دور في التاريخ كله المعاصر بالذات بعد انتشار أحدث الأجهزة والمعدات والكاميرات الحديثة وسائل الاتصال يعني بالشكل ده. فعايز أقول لحضرتك أنه لا، الإعلام طبعا بالنسبة للاقتصاد الإعلام بينقل تجاربك للخارج. الإعلام بيقول أنا حققت إنجازات شكلها إيه. سيادة الرئيس من أيام قال أنه كل مشروع سنقوم به سنفتتحه، يعني كانت المشروعات من كتر عددها ما بتفتتحش. اليوم السيد الرئيس سيقوم ونحن معه بافتتاح كل هذه المشروعات وننقل للعالم في الخارج ما نقوم به من مشروعات صناعية عملاقة، مشروعات إنتاجية بناءة، حتى من مشروعات زراعية. يعني عندك مشروعات زي الشركة الزراعية وغيرها وغيرها اللي اتعمل في 5 سنين في مصر بيحتاج إلى إعلام، وهذا الإعلام موجود ورجال الإعلام في مصر، وإحنا علمنا من حولنا كيف يكون الإعلام. كأنه أي مؤتمر في العالم أو أي ورش عمل أو أي جلسات عمل أو لم تكن لتستمر لو لم تكن سوابقها قد نجحت بالفعل. فالنجاح في الدورات الأولى والثانية والثالثة إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن ده أكبر دليل ومؤشر على نجاح هذا المؤتمر. الحضور اللي حضرتك شايفه دلوقتي، المشاركة الوزارية الواسعة بتدل على اهتمام السادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر مثل هذا. الاهتمام ده بيدل على مدى النجاح اللي وصل إليه المؤتمر. وبالفعل لو حضرتك رجعت توصيات وما نجم عنه المؤتمرات الأولى والثانية والثالثة إلى الآن هتلاقي حضرتك أن كل ده قامت أخبار اليوم بتقديم وثائق تضمنت نتائج أعمال هذا المؤتمر حتى الآن إلى أن وصلنا إلى دورته الثالثة. الحكومة والقطاع الخاص يتم فيها تبادل الحوارات والأفكار بين كبار
اخبار المسؤولين ورجال الانتاج. بدات هذه الجهود المخلصه في اطار دفع عجله الاصلاح الاقتصادي والاستفاده من ثماره في تحسين مستوى المعيشه لجميع المواطنين. وكما سافرت الدورات الخمسه السابقه من المؤتمر بقوه في فتح الطريق امام مجتمع الصناع والمستثمرين والخبراء لتبادل الافكار والاقتراحات بينهم وبين الكبار المسؤولين ليعبروا بحريه تامه عن ارائهم. ده اهم منتدى اقتصادي بيتعمل سنويا في مصر وكل سنه بيبقى له برنامج معين او بيبقى له عنوان معين. السنه دي هو التصنيع هو الاساس المؤتمر، لان طبعا الصناعه بتواجه مشاكل والصناعه هي قاطره مفروض للتنميه. فاعتقد المؤتمر السنه دي هيركز على هذا الموضوع في هذا من مختلف بقى الجوانب اللي بتاثر على الصناعه. يعني كل سنه بتيجي توصيات والتوصيات دي بتؤخذ من قبل الحكومة بتناقش وبياخد ببعض الأمور بيها وربما بعض الأمور بياخدوش، بس يعني بيبقى على الأقل بيوضح رؤية مجتمع الأعمال إيه في الفترة الجاية. سوق أفريقيا، الدول الأفريقية، السوق الأفريقية مش الحرة، ده مش مصر أفريقيا، ده كل أفريقيا. طبعا ده يعتبر إن شاء الله طفرة كبيرة جدا في التعاون بين الدول الأفريقية وهيبتدي ينفذ السنة الجاية، ونتمنى إن احنا نصل خلال خمس سنين حاجة زي السوق الأوروبية المشتركة كده. يعني ده يعني تبقى كده، ده بالنسبه لمصر هيبقى مفيد جدا، لان طبعا مصر عندها عدد كبير من الصناعات اللي ممكن تصدر لافريقيا والخدمات وغيره، فده بالنسبه لنا هيبقى شيء مهم جدا. يعني الحقيقه المؤتمر ده مهم جدا لانه بيقرب وجهات النظر ما بين الحكومه المصريه اللي بتسعى جاهده علشان تعمل كل ما هو يساهم في دفع قاطره التصنيع والالتحاق بالرغبة العالمية، علشان زي ما قال من دولة رئيس مجلس الوزراء ان احنا عايزين مصر فعلا تبقى من القوى الاقتصادية الكبرى في 2030، وهو ده اللي بنسعى عليه كلنا، سواء من اول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واحنا وراه كلنا بنسعى لهذا ان احنا نحققه في بلدنا مصر. الحقيقة احنا في مجال صناعة الدواء يمكن شوية كان في فترة من الفترات طبعا انه محتاجين نقد اجنبي علشان بنستورد المواد الخام، وطبعا لو المواد الخام دي بقت متوفرة في جمهورية مصر العربية عن طريق مؤسسات كبرى تقدر توفر لنا المواد الخام اللي احنا بنستخدمها وبتخش كمادة أساسية في صناعة الدواء، فأنا أعتقد أنه ده هيبقى حل لجزء كبير جدا من المشكلة اللي ممكن تقابلنا، وبالتالي هتوفر سيولة نقدية وعملة صعبة للبلد. هو لو كل واحد فكر أن هو إزاي يبقى اسم مصر ممثل في الخارج، يعني زي ما احنا مثلا في الصناعات الدوائية احنا في شركات متعددة الجنسيات بتتعامل وبتصنع معانا، وكمان احنا بيجي لينا ناس مراقبين علشان يشوفوا الجودة اللي احنا بنصنع بيها، وبالتالي بنقدر نصدر للخارج. فده كل ده دفع للاقتصاد المصري، انه كون ان ادويتنا تصدر الى الخارج ويبقى لينا اسم موجود، ده انا اعتقد ان هو هيساعد بشكل كبير جدا في منظومة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية. شوف المؤتمرات السابقة ايه التوصيات اللي كانت اتبعتت للحكومة وايه اللي ممكن اتعامل منها وايه اللي جاري الحكومة اصدرت قرارات بخصوصه، وبنتابع بعض القضايا الجديدة وايه التصورات اللي ممكن تقترح، وبنتناقش من خلال الخبراء والاقتصاديين اللي في البلد، بنحاول نوصل لبعض المقررات اللي نقدر نرفعها للحكومه اللي تقدر تساعد بيها الحكومه يعني البلد ان شاء الله. والله المؤتمرات السابقه خرج منها توصيات، التوصيات دي
صدر فيها بعض القرارات، من في قرارات خاصة بالضرائب، قرارات خاصة بالاستثمار، واعتقد ان احنا ماشيين في المجال يعني اللي هو جنبا لجنب مع الحكومة، ان احنا بنحاول نشوف بتصوراتنا كده ايه اللي ممكن نطرحه ونساعد بيه الدولة ان شاء الله. الحمد لله يعني القيادة السياسية قايمة ببعض الأنشطة والتدعيمات اللي في البلد من خلال برضو البنية التحتية اللي بتتعمل، اللي دي بالتالي هتساعد على تطور الاستثمار، تطور الحالة الاقتصادية في مصر، واللي نأمله إن شاء الله في خير وجاي إن شاء الله أحسن.